قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. بيبدا المسلسل في سنه 2033، وقتها بقت كل حاجه بالذكاء الاصطناعي، الاكل والعربيات وحتى الحياه. يعني في شركه مثلا اسمها هورزن صنعت عالم كامل عشان الناس اللي قربت تموت اسمه ليك فيو، والعالم ده بيتم نقل ذاكرتهم عليه ويعيشوا جواه حياه ابديه، ولكنه طبعا للاغنياء بس. ومن ضمن العاملين فيه بنت اسمها نورا، بتاخد بيانات المنتقلين اللي هي مسؤول عنهم ويبداوا حياه جديده في ليك فيو، وكمان يقدروا يتواصلوا مع اهلهم واصحابهم وكمان يزوروهم. ونورا كانت حالتها الماديه متوسطه لانها مجرد موظفه، فكانت دايما بتحاول تعلي المرتب بتاعها عشان تقدر تشتري حجره انتقال لوالدها، لان عنده للاسف سرطان في الرئه وقرب يموت، ولكنه مش راضي ينتقل ويعيش حياه ابديه، وبيقول لها انا مش هروح هناك، مامتك مستنياني في الجنه فوق عند ربنا. والله صراحه راجل بيفهم. وفي لوس انجلوس عندنا بطل المسلسل وهو نيسن براون، وهو مهندس الكترونيات وكان شغال هو وصاحبه جيمي على مشروع معين هنعرفه قدام. في يوم عيد الشكر رجع نيسن عند اهله ومعاه صاحبته انجريد، وهي من عيلة كبيرة جدا، ووالدها يبقى صاحب شركة هورزن، يعني أغنية إلى حد كبير جدا، وعيلة نيسن بالنسبة لهم مجرد شحاتين. ولكن أهل نيسن ما كانوش طايقين أنجريد خالص، وبالذات أمه، وطبعا لأنها غنية جدا ومناخينها في السماء. وبعد الأكل راح نيسن عشان يوصل أنجريد البيت، وبعدها راح محل عشان يشتري شوية حاجات، وركب عربيته عادي جدا، وكان راجع برضه للبيت بتاعه عادي جدا. ولكن لاحظ حاجة غريبة في العربية بتاعته، وهي ان في شاحنة كبيرة في الطريق والعربية مش شايفاها ولا بتستجيب لأي أمر بيقوله نيسن. وأنا بقول كده لأن العربية اللي كان راكبها هي عربية ذاتية القيادة، فهوب راحت راشقة في الشاحنة الكبيرة، ولما فاق لقي نفسه في المستشفى، وبتقول للدكتورة أنت حالتك حرجة جدا واحتمال تموت، عندك مكان تنتقل عليه ولا تحب تدخل الطوارئ وأنت وحظك؟ فقالت لها أنجريد أنا عندي حجرة في ليك فيو دخلي فيها. ولكن نيسن ما كانش راضي في الاول، وكان عاوز يكمل حياته، بس بعد الحاح من انجريد وان هي قالت له انك ممكن تموت عادي جدا، فوافى وطلب انهم يجيبوا له امه عشان يسلم عليها الاول. ولما وصلت امه كان متعلق على جهاز النقل، والراجل بيقول له اه يا ابن المحظوظه هتنتقل ليك فيو ارقى عالم للانتقال، ده انت هتعيش ملك هناك. يا ابن المحظوظه يا فوزي ده زمن وهايص. وقتها طلب نيسن ان جهاز الانتقال يوقف ثواني عشان يسلم على مامته، ولكن كان الاوان فات لان بعد ما اتخذت البيانات منه راسه شبه انفجرت. وبعد القصه دي بحوالي شهر بنلاقي نورا وهي المسؤوله عن بيانات وذاكرات نيسن بدات تسطب البيانات اللي هيعيش بيها في عالم ليك فيو، ولكن وهي بتدور في ذكرياته لقيت ان في جزء منها متفيروس وبايظ، فاخذت الجزء ده وحطته في ملف لوحده، وبعدها بدات تحمل حياه نيسن الجديده. ولما فتح عينه فضلت تساله عن رايه في المكان وهل قادر يحس باي حاجه ولا، بس بالفعل كان نيسن قادر يحس بكل حاجه، وسالته انت شايف ايه قدامك؟ فقال لها شايف شباك وقدامه بحيره جميله جدا. ايه ده في سمكه قرش جايه ناحيتي؟ فقالت له نورا استنى استنى هصلح كل حاجه. فقال لها ايه ضحكت عليكي؟ فقالت له نورا ابو تقل دمك، ابو تقل دم امك ما بحبوش الواد ده. وبدا يسالها نيسن عن نفسها، فقالت له انا مش مصرح لي اقول اسمي، ولكن تقدر تناديني بالانجل بتاعتك يعني ملاك. وفي وسط الكلام عرف نيسن ان الحساب اللي هو فيه ده بتاع انجريد، وهي اللي بقت مسؤوله عنه، فصعبت علينا نفسه شويه. بس نورا فضلت تهديه وتقول له انا عارفه انك مت في سن صغير، ولكن انت دلوقتي عندك حياه ابديه ما بتخلصش، تقدر تخرج وتتعامل مع زمايلك المنتقلين وتكون صداقات كتير، بس انا شايفه ان الاحسن انك تنام دلوقتي عشان ترتاح من عمليه الانتقال. ولسه بيقول لها انه مش هيعرف ينام، راحت هي خلته ينام من الكمبيوتر بتاعها. وتاني يوم لما صحي بدا يبص في الاوضه بتاعته ولقى فيه ثلاجه، فتحها وحب ان هو يشرب منها قهوه، ولكن طلع لازم يتدفع من حساب انجريد وهو معهوش حاليا الرقم السري بتاعها، فسابه من القهوه وطلع للبراندة، فلقى المنظر الرائع جدا اللي قدامك ده، وشاف كمان جيرانه وتعرف عليهم وبداوا يذكروا له محاسن المكان والمميزات اللي فيه، وقالوا له ان فيه تحت بوفيه مفتوح ببلاش. فنزل تحت ولقى ناس كتيره جدا هناك، وقتها اتصل بانجريد عشان ياخد منها رقم الحساب، ولكن فضلت انجريد تتوه في الكلام لغايه ما قفلت، وهنفهم شويه قدام شخصيه انجريد عامله ازاي بالنسبه له قدام شويه. ولما وصل نيسن عند البوفيه ليه الاكل جميل جدا ولسه هيبدا يغرف منه، لقي موعد الافطار عدى واختفى الاكل كله، وكان في واحد للعلم يعني وقع في نفس موقفه ده بالظبط واسمه لوك، فتعصب هو كمان وفضل يشتم، وفي الاخر راح اخد سندويشه صغيره من الدولاب، ونيسن قدر هو كمان يعمل زيه. وبدأ نيسن يحكي له ويقول له انه زعلان جدا وحس ان المكان ده غريب ومش حياة اصلا، ف
قال له لوك ده بس عشان انت جديد هنا لازم تتعود، والا فضولك للحياة هيخليك تروح عند الطيار عشان تحاول ترجع الدنيا، ولكن للأسف مش هتقدر ترجع لا هناك ولا هنا لان الطيار هيمسح كل بياناتك. ففضل نيسن طول اليوم بيحاول يتأقلم على المكان ولكن مش عارف، وفي الاخر اتعصب وكان هيروح فعلا ناحية الطيار عشان ينتحر لانه حس ان دي مش حياة نهائيا، ولكن نورا لحيته في الوقت المناسب واقنعته يرجع في كلامه. فلا انا دلوقتي اتأكدت انك حية من ذكاء اصطناعي، لان الذكاء الاصطناعي ما بيبقاش عنده كل الاحاسيس اللي عندك دي. راحت نورا وطت صوتها وقالت له على اسمها الحقيقي والمكان اللي هي عايشة فيه حاليا، وعملت له كل حاجة بيحبها عشان بس يتقبل المكان. وبالليل بعد ما كانت نورا روحت بيتها والمنتقلين كمان ناموا، بنلاقي حد فتح كمبيوتر نورا ومسح كل الذكريات المفيروسة بتاعت نيسن. ليه؟ هنفهم بعدين. وتاني يوم بنلاقي نورا دخلت مكتب المديرة بتاعتها لويس عشان تطلب علاوة، فبتقولها المديرة ان لازم يكون تقييم المنتقلين ليها عالي وبعد كده تيجي تطلب العلاوة، يعني من الاخر كده لازم يدوها 5 نجوم أو 4 نجوم. وقتها كان نيسن عنده جلسة علاج عشان حاول ينتحر، ولما راح هناك ليه ان المعالج بتاعه متجسد في صورة كلب، فحاول المعالج بتاعه يهديه ويحبوه في المكان ولكن ما كانش فيه فايدة. فقال له في الاخر طب انا هديك مهمة، انت تروح تتعامل مع 5 من المنتقلين وتكتب ملاحظاتك عنهم وترجع لي تاني، او بمعنى اصح ان هو يشغله خلاص. ولما طلع من عنده قابل واحد من الاغنياء بتوع امريكا وكان عنده اكبر شركة على مستوى امريكا كلها قبل طبعا ما يموت، اسمه ديفيد شوكس. فضل نيسن يتكلم معه على طول، وسط الكلام سأله ديفيد عن شغله وبعدها سأله كان اسمه ايه البرنامج اللي انت كنت بتعمله قبل ما تموت، فقال له مش فاكر. فقال له ديفيد طب كان عن ايه؟ فقال له نيسن كان عن توفير واقع افتراضي للناس الفقيرة زي ليك فيو بالظبط ولكن ببلاش. فضحك ديفيد وقال له يبقى انت اتقتلت يا باشا ما متش، واضحة جدا زي الشمس، لانك انت وصاحبك كنتوا بتهددوا تجارة بمليارات الدولارات يبقى اكيد اتقتلت. بعد ما خلص كلام راح سابه ومشى. فضل نيسن يفكر شوية وبعدها طلع برا وشاف طفل صغير عنده حوالي 11 سنة واسمه ديلان مستخبي ورا شجرة. فسأله انت مستخبي ليه؟ فطلع ديلان من ورا الشجرة وبدون مقدمات راح لف عليه الراجل اللي كان شغال في الجنينة وبدأ يهجم عليه، فراح له ديلان وبدأ هو التاني يضرب فيه. فنده نيسن على نورا بسرعة وسألها عن اللي بيحصل ده، فقالت له لا 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 ما تخافش ده ديلان وقع من على الجبل في رحلة مدرسية وهو عنده 11 سنة، فلما بيلاقي نفسه زهقان بيظبط كل الروبوتات اللي هنا على وضعية لعبة جي تي اي عشان يتسلى شوية. وأثناء ما كان نيسن بيكلم نورا راح سألها عن سبب ضعف ذاكرته، فهي كمان استغربت لأنها شافت الذكريات المتفيروسة عنده وكانت شايلها على جنب، فمرضيتش تقوله وفضلت تهديه وتحاول تخليه يتذكر حاجات من الجامعة بتاعته وبعدها مشيت. ولكن هو لاحظ من صوتها إنها زعلانة من أول اليوم ومش هتتكلم. بعد شوية بنلاقي ديلان طلب نورا عشان تتصل بصاحبه اللي كان معاه في المدرسة، ولما نورا اتصلت بيه قال لها صاحبه ده كان صاحبي لما كان عندنا 11 سنة وانا دلوقتي عندي 18 سنة، بس هو لسه بعقلية الاطفال اللي عندها 11 سنة. وهوب راح قفل المكالمة. ولما رجعت نورا لديلان ما رضيتش تحكي لديلان على اللي قاله صاحبه عشان ما يزعلش، فاتهمها بالتقصير في شغلها واداها كمان 3 نجوم بس. وقتها شافهم نيسن وفهم كل الموضوع، فطلب نورا وفضل يقيمها بخمس نجوم كل ما مجرد بس تتكلم كلمتين، فشكرته جدا وقالت له بس انا لازم اعمل حاجه مقابل النجوم دي. فقال لها نيسن قولي لي ايه اللي مزعلك. فوقتها بس راحت نورا حكيت له على كل حاجه، عن مشكله باباها والمدير الغلسه بتاعتها وحاجات تانيه كتيره جدا جدا. وبعد ما خلصت كلام قامت قعدت جنبه وشكرته عشان كانت محتاجه تفضفض لحد، وهي قعدت جنبه لان نورا بما انها يعني متحكمه شويه في الموضوع فتقدر عادي جدا ان هي تحط زي شخصيه كده جوه، ولكن هي تقدر تفضل موجوده بره عادي جدا. بعدها راح اتصل نيسن بانجريد عشان المفروض ان النهارده بالليل الجنازه بتاعته، فقالت له كله تمام ما تخافش. وبالليل كانت نورا في بيتها وكانت واخده نسخه من الذاكره المتفيروسه وبدات تستعيد فيها، ولكن ما قدرتش تسحبها كلها. ولما فتحت اللي سحبته بس لقيت نيسن ومعاه صاحبه جيمي في شركه بيعرضوا المشروع بتاعهم، وبعد ما طلعوا طلع لهم صاحب الشركه وقال لهم ما تقولوش لاي حد تعرفوه عن الفكره دي واحنا هنتكفل بالمشروع بالكامل. وقتها قبل ما تكمل نورا فرجه على الذاكره دي راح ظهر اشعار لنورا ان جنازه نيسن بعد نص ساعه بس، فرحت عشان تحضرها. اما عند نيسن فبنلاقي انجريد قاعده معاه حاليا بتحضر له في الجنازه، وجابت له كمان هدوم غاليه جدا. وفي الاثناء دي اشتغل في التلفزيون بث مباشر لتجربه اعاده المنتقلين الى اجساد حيه جديده، وفي البدايه التجربه كانت ناجحه جدا، ولكن فجاه الراجل اللي بيتعامل عليه التجربه بدا ينزف ودماغه انفجرت.
بص نيسن لانجريد وقال لها شكلي هقعد شويتين حلوين هنا. بعدها نزلوا الجنازه وكانت في ثلاث اماكن، الكنيسه في نيويورك والمشرحه في لوس انجلوس وليك فيو. ثلاث اماكن غريبه بس اوكي. وفي الجنازه في نيويورك كانت نورا واصحاب نيسن في الجامعه، وفي لوس انجلوس كانوا اهله ومعارفه واهل انجريد. ولما جابت انجريد اهلها عشان يسلموا على نيسن كانوا بيتعاملوا معاه بطريقه وحشه جدا، وطبعا انا قلت لك ليه، لانهم اغنياء و و و. وبعدها جت مامته واخوه وبنت اخوه وسلموا عليه، فسالهم نيسن عن صاحبه جيمي فقالوا له انه ما جاش اصلا. واثناء العد دي فضلوا نيسن وانجريد يتكلموا مع بعض، بس في نص الكلام فضلت انجريد تزله بالحاجات اللي جابتها له، فقال لها ما تمسحيني وتخلصي. فقالت له تمام ايه رايك اعملها. فسكت نيسن وقال لها انا اسف انا الزباله. وكانت نورا وزمايل نيسن شايفين كل ده فزعلوا على حاله جدا لانه بيتسلى زياده عن اللزوم ومشيوا. وبعد كده كان في واحده قريبه نيسن اسمها فيرن كلفتها والده نيسن انها تفتش ورا الحادثه وتعرف اذا كانت متدبره ولا لا، فسالت انجريد فبصت لها انجريد باحتقار ومشيت. وفي اخر الحفله راحت انجريد عشان تعتذر لنيسن على اللي قالته، فعمل نفسه مبسوط وقال لها ولا يهمك يا حبيبتي، ولكن من جواه كان بيموت من القهره عشان انجريد بقت متحكمه في حياته بالكامل. وتاني يوم كان بيلعب نيسن مع ديفيد، وبعد ما خلص كان مخنوق جدا، فطلب نورا وبدا يحكي لها انه زهقان جدا من العيشه هنا ومش عاوز يبقى عالي على حد. فعشان توضح له نورا النعمه اللي هو فيها حاليا اخدته هو على قسم الفقراء والمعروفين باسم اصحاب الاتنين جيجا بس، والعلم ده ما فيهوش اي حاجه تقريبا، والاكل فيه تقريبا تقدر تقول مقرف جدا، ولو حد منهم خلص الاتنين جيجا بتاعته قبل نهايه الشهر بيتجمد لغايه ما بيتشحن له رصيد في الشهر الجديد، يعني تقدر تقول كده ان هي عباره عن باقه نت عاديه في التليفون. فكان نيسن زعلان عليهم جدا وعاوز يساعدهم، ولكن فجاه اتصلت بيه انجريد عشان تفكره بالمقابله الصحفيه اللي المفروض يحكوا فيها عن تجربتهم مع بعض كمنتقل وانسانه طبيعيه بيحبوا بعض لغايه دلوقتي، وهل هيقدروا يتجوزوا وتبقى حياتهم مظبوطه ولا لا. وفعلا راح نيسن المقابله وكان صريح جدا في كل حاجه بيقولها، بان مثلا ما ينفعش تكون في علاقه بين المنتقلين والناس الطبيعيه، وده طبعا كان عكس الكلام اللي كانت عاوزه تبنيه انجريد مع الصحفيه. فضلت تقاطع الكلام بتاعه، وفي الاخر اخذت المذيعه تفرجها على الجنينه وسابوا نيسن لوحده فقفل الخط. وفي الاثناء دي راحت فيرن عشان تشوف كاميرات المراقبه اللي كانت في المحل اللي نزل يشتري منه نيسن الاكل قبل الحادثه، ولما شافت الكاميرات لقيت المفاجاه والمصيبه، وهي ان انجريد لعبت في عربيه نيسن قبل الحادثه بشويه. وطبعا الحته دي هتوضح اكتر واكتر قدام سيكا. المهم تاني يوم كان ديلان متعصب جدا لانه ما كبرش زي اخواته، وطلب من امه تجدد له الصوره بتاعته ولكنها كانت غاليه شويه، وزعل اكتر لما لقي اخوه رايح يتجوز وهو برضه لسه صغير، ففضل متعصب واضطرت نورا تقعد تسلي شويه. وبعد شويه جه نيسن وعرف يخلي ديلان يضحك، ولكن فجاه وصلت لنورا رساله ان ابوها جات له ازمه رئويه وراح على المستشفى، وكان لازم هي التانيه تروح له دلوقتي حالا، فعرض عليها نيسن يقعد هو مع ديلان باقي اليوم وهي تروح لابوها، فشكرته جدا وسابت له شويه فلوس من بتوع الشركه عشان لو احتاجوا حاجه. وبعد شويه نزل لوك وقال لنيسن انا لقيت برنامج على التليفونات بتاعت الناس العايشه بتتجمع فيه في حفله بشكل افتراضي، ايه رايك نروح النهارده؟ فقال له نيسن ولكن احنا مش مصرح لينا ندخل الطوابق بتاعت برامج الاحياء. فقال له لوك ايوه عارف، وعشان كده لازم نروح جزء اسمه الجزء الرمادي عشان نجيب شريحتين هاكر نقدر نوصل بيهم. فوافق فعلا وراحوا مع بعض ومعاهم كمان ديلان، وبدا لوك يشرح لهم ان المنطقه الرماديه دي فيها كل حاجه ممنوعه لدرجه انك ممكن عادي جدا تلاقي هناك حاجات زي الديب ويب بالظبط. فاول ما خرجوا من سور ليك فيو ليه عداد وقت فوقيهم، وده الوقت اللي المفروض يرجعوا خلاله لليك فيو والا هتتمسح ذكرياتهم خالص. عامه كملوا ماشي، وبعدها راح لوك واشترى الكروت بتاعت الحفله، ودي اخذت حوالي تقريبا نص ساعه، ولكن مش هي دي المشكله. المشكله اللي بجد انهم لقيوا ديلان تاه منهم، ففضلوا يدوروا عليه وده اخذ منهم تقريبا ربع ساعه، بس الحمد لله في الاخر لقيوه عند واحد بيحط شفرات لتكبير العمر عشان يناسب سنه لو كان ما ماتش في الحقيقه. فبعد ما خلص تركيب الشفره طلعوا جري على ليك فيو عشان كان فاضل لهم ثواني ويتمسحوا، ولكن الحمد لله لحقوا يدخلوا على اخر ثانيه. بعدها راح لوك عشان يستعمل الكارت، وراح نيسن ينوم ديلان لانه لسه مازال صغير ولسه الشفره ما اشتغلتش معاه. وفي الاثناء دي كانت نورا عند باباها بتطمن عليه وتشوف طلباته، وبعدها راحت لقسم التحميل وسالتهم
هل ممكن المنتقلين يتمسح جزء من ذاكرتهم؟ فقال لها الراجل اللي هناك هو اكيد العيب مش في الجهاز، بما ان انت اللي صممت الشخصيه بتاعت النزيل ده، وبالتالي مش انت اللي مسحتيهم، واكيد حد تقيل عندك في الشركه هو اللي مسح البيانات دي بالعمد. وراح اداها الراجل ده اسم برنامج تقدر تسترجع بيه البيانات وكمان تشيل منها اي تشويش عليها. اما عند ديلان فبنلاقيه صحي الصبح ولقي جسمه كبر، فقلع التيشيرت بتاعه ومشى كده قدام الناس، ولكن الباشا ما كلفش نفسه حتى يبص في المراية عشان يشوف ان الشفرة دي لبنت مش ولد وجسمه اتحول لانثى. فندهت نور على نيسن عشان تلومه على اللي حصل وانها وثقت فيه، وقالت لديلان الحل الوحيد ان اعيد برمجتك عشان ترجع لشكلك الطبيعي، لكن ده بياخد وقت طويل. فقال لها نيسن انه عشان يكفر عن اللي عمله ده هيقعد معاه خلال الوقت ده مفيش مشاكل. وفي الاثناء دي بنلاقي فيرن المحققة في عربيتها، وكانت واخدة معاد مع صاحب الشركة اللي كان جيمي ونيسن هيبيعوا اختراعهم ليها. وفي الطريق عربيتها حصل فيها نفس اللي حصل في عربية نيسن، وقعت في المية وماتت. مع العلم ان انجريد ما تعرفش اصلا ايه اللي شافته فيرن، وبالتالي كده هي برة المشتبه فيهم. وتاني يوم بنلاقي نيسن بيحاول تاني يتصل على جيمي صاحبه، ولكنه رد المرة دي وكان باين انه مشغول جدا مع صاحب الشركة اللي كانت هتروح فيرن تقابله، وقفل مع نيسن بسرعة. واخر اليوم بنلاقي نورا جت عند نيسن وفضلوا يحكوا طول اليوم مع بعض لغاية ما من كتر الكلام نسوا نفسهم وناموا مع بعض في الجنينة. ولما جت لويس لقيت نورا نايمة على المكتب، فهددتها لو حاولت تتقرب من اي حد من المنتقلين تاني هيقل المرتب بتاعها. فتأسفت نورا ورجعت على مكتبها، بس لما رجعت المكتب لقيت في الاخبار ان صاحب الشركة اللي شافته في ذكريات نيسن اتقتل هو وشركائه في الشركة. ولما دخلت نورا عند نيسن سألته عن الشخص ده، بس هو طبعا مش فاكر حاجة. فقالت له تسمح لي ابص على ذكرياتك وحاول اعرف اذا كنت انت اتقتلت ولا لا؟ فقال لها براحتك بس انا خلاص فقدت الامل. وفجأة جات رسالة لنورا ان باباها رايح يجرب حاليا يدخل جوه ليك فيو، وقالت لنيسن يحاول يقنع ابوها ان المكان جميل ويفضل يحبه في المكان. اما ابو نورا فلما دخل المكان اول مرة اتخض وخرج بسرعة، ولكن دخل تاني وشافته نورا جوه وعرفته على نيسن، وبدأ نيسن يوريه المكان ومميزاته، ولكن برضو الاب ما كانش راضي بالمكان خالص. فاخدوا نيسن عند غرفة الذكريات عشان يقعد الاب ويتفرج على شوية ذكريات قديمة ليه ويتبسط، لكن الاب كان عاوز نيسن يجرب الجهاز الاول وكمان يوريله اذا كان فيه ليه اي ذكريات مع ابوه او لا. وهو العلم يعني ده كان مجرد فضول مش اكتر. فقعد نيسن على الجهاز فعلا، ولما اتفتح الفيديو شافوا ان احد الذكرى ليه مع والده كانت وهو طفل، والسبب ان ابوه سابهم وهم صغيرين ومشى ومحدش عارف اذا كان هو حي ولا ميت. وبعدها طلعوا وكملوا تكوال في المكان. في الاثناء دي بقى شافت نورا مكتب لويس مفتوح وهي مش جوه، فلقيت ان دي فرصة حلوة جدا عشان تدخل وتعرف مين دخل على ذكريات نيسن ومسحها. فلما دخلت جواها لقيت ان في طرف تالت بيتحكم في ذكريات نيسن غيرها هي ولويس المديرة. ولما اخدت رقم الاي دي بتاع الطرف التالت ده وبحثت عنه لقيت انه مش متسجل اساسا في موظفين الشركة، ودي حاجة غريبة جدا. وفجأة لويس كانت هترجع مكتبها، فاخدت نورا رقم العضو التالت بسرعة على ورقة وجريت على برة. ولما رجعت لباباها ونيسن فقالها باباها انا ما اقتنعتش بالمكان نهائيا، ولكن لو كان في سبب لانتقال لهنا فهيكون نيسن لاني حبيت الراجل ده جدا. وبالليل لما كانت نورا مروحة البيت هي وباباها بعد ما كانوا خلاص شافوا ليك فيو براحتهم، قال لها انا خلاص مش هنتقل زي نيسن لاني عاوز اموت بشكل طبيعي. فسألت نورا ولكن احترمت رأيه وسكتت. وتاني يوم بنلاقي نيسن راح لوحده عند مكان تشغيل الذكريات وحاول يعرف ايه المشروع اللي كان هيعمله هو وصاحبه جيمي، ولكن ليه ان الذاكرة متفيرسها خالص، فعرضت عليه المديرة يتفرج على اي ذكرى حلوة عنده خلاص. فخلاها تفتح له ذاكرة من كام يوم، ولكن دي كانت الغلطة لان وقتها الحاجة دي شافت فيها ان نيسن عارف اسم الملاك بتاعته اللي هي نورا، ودي طبعا حاجة ممنوعة، وكمان بيحاولوا كمان فوق ده كله يتقربوا من بعض. وعلى طول بنلاقي في مكتب المديرة لويس بتعاقب نورا على تقربها من نيسن، وكمان بعادتها عن نيسن لمدة كبيرة، واستلمت لويس الشخصية بتاعت نورا عشان تشتغل مكانها في فترة غيابها. وبعد شوية بنلاقي نيسن بينده على نورا عشان يعترف لها بحبه، فدخلت لويس بشكل نورا وكلمته بشكل رسمي وكمان محرج، فتعصب جدا واتصل بأمه عشان تاخد بياناته من ليك فيو وتنقله لمكان تاني. فكانت الام متردده شويه بسبب طبعا الفلوس، ولكن في الاخر وافقت. واثناء الخروج
شافت صاحبة نورا ان نيسن بيسيب ليك فيو، فاتصلت بنورا عشان تقول لها. وطبعا نورا ما كانتش برضو هي التانية عارفة ايه السبب، ما كانش قدامها حل غير انها تسافر لوس انجلوس عشان تعرف من انجريد ايه اللي بيحصل. ولما راحت لانجريد لقيت انها ما كانتش تعرف هي كمان اي حاجة، فاتصلت انجريد بسرعة بمامة نيسن وعرفت منها انها تنقل نيسن عشان ما يبقاش تحت رحمتها. فاخدت انجريد نورا على طول وطلعت على هناك، وفي الطريق لاحظت نورا ان في حد بيراقبهم، فالطبيعي انها تقلق على نيسن لانها عارفة انه اتقتل من البداية قبل كده قبل ما يخش ليك فيو اساسا. ولما وصلوا هناك دخلت انجريد وفضلت تعتذر لنيسن يمكن يسامحها، وفعلا قبل نيسن انه يرجع ليك فيو لما لقي نورا وانجريد مع بعض. ولما كانوا خلاص هيمشوا اتخانقت انجريد مع ام نيسن على مين فيهم هتشيل بيانات نيسن لغاية ما يوصلوا ليك فيو، ولكن اتدخلت نورا وادت البيانات لانجريد. ولما طلعوا من المكان جه الشخص اللي كان بيراقبهم وخطف القرص اللي عليه البيانات بتاعت نيسن من انجريد ورماها في الميه. فضلت انجريد تصرخ ونزلت الميه بنفسها عشان تجيب القرص بتاعه، ولكن نورا بسرعه طمنت ام نيسن وقالت لها انها بدلت القرص اثناء الخناقه عشان تحل الموضوع. وبعدها عادي جدا رجعوا نيسن لليك فيو من تاني عادي جدا وطبيعي. وبعد كده حكوا له على اللي حصل وعرف وقتها ان نورا انقذته، وكمان اخيرا فهموا هما الاثنين ان لويس هي اللي كلمت نيسن مكان نورا وعشان كده حصل سوء التفاهم ده. وتاني يوم بنلاقي شركة اسمها فريدوم بتعلن عن افتتاح واقع افتراضي للمنتقلين الفقراء، وهم عليهم يبنوا الارض دي بنفسهم ويشتغلوا فيها كمان، وبكده يبقى ليهم الحق في الحياة زي الاغنياء او على الاقل قريب منهم. وفي نفس الوقت ده في شركة هوريزن كانوا بيجهزوا لحفلة لتحديث نظام ليك فيو، واثناء اجتماع الموظفين سرقت نورا قلم شفرات من زميلها عشان تديه لنيسن كهدية. نبه عليهم المدير في الاجتماع ان لازم كل سكان ليك فيو يكونوا نايمين اثناء التحديث ضروري. فبالليل بدأت حفلة التحديث في ليك فيو، وكانوا حاضرينها مامة نيسن وعمه، واتفق نيسن مع امه انه ينتقل من ليك فيو العليا الى مستوى الاتنين جيجا بتاع الفقراء عشان تكون امه هي المسؤولة عن مصريفه ويقدر ينفصل عن انجريد. بعدها راح نيسن وبعت رسالة صوتية لجيمي عشان يستلف منه فلوس من المشروع اللي كانوا هيعملوه مع بعض، فرد عليه جيمي وحصلت بينهم خناقة كبيرة، واتهم نيسن جيمي بانه هو اللي قتله عشان ياخد المشروع كله لنفسه. فقال له جيمي انت عبيط، انا مستحيل اعمل كده فيك، انت صاحب عمري، ولما انت عملت الحادثة انا انفصلت عن العالم كله لاني كرهته من غيرك، وعشان كده ما كنتش برد عليك اغلب الوقت لاني ما كنتش متقبل فكرة موتك. وعلى العموم في معايا $3000 في البنك يمكن يكفوك شويه لقدام لغايه ما تصرف في شويه فلوس. وفي الاثناء دي وصلت رساله لانجريد ان نيسن هيسيب المستوى اللي عايش فيه ويروح يعيش في الاتنين جيجا على حسابه. فراحت له انجريد عشان تعتذر له على اسلوبها معاه وترضيه، ولكن كان مصمم فزعقت فيه وقالت له انت لازم تعيش معايا والا هتكون في خطر، انا حميتك منهم. فسالها نيسن انت تعرفي مين اللي قتلني؟ فتوترت انجريد جدا ومشيت بسرعه. طلب نيسن نورا وقالها على اللي حصل وانه لازم يفتكر ذكرياته عشان يعرف مين اللي قتله. فاقترحت نورا عليه انه ما ينامش وقت التحديث، ووقتها هترجع له ذكرياته كلها، ولكن في احتمال انه هينسى كل ذكرياته في ليك فيو بما فيهم نورا. فكان رافض في الاول، ولكن قدرت نورا تقنعه في الاخر. وعند انجريد بنلاقيها متعصبه جدا وبتكلم ابوها بزعيق وبتقول له نيسن سابني وانت السبب، انا على فكره سمعتكم وانتوا بتخططوا لقتله، وانا شغلت اسلوب الحمايه في عربيته عشان يقدر يعيش، ولكن برضه ما لحقتوش. وده طبعا بيفسر ليه فيرن شافت قبل كده في كاميرات المراقبه انجريد كانت بتلعب في عربيه نيسن، وده طبعا عشان خاطر تحمي. كملت انجريد كلام مع ابوها وقالت له وكمان عاوزين تمسحوا بياناته انتوا ايه. وفي نفس الوقت ده كان جه وقت التحديث، فامرت لويس كل العمال يخرجوا من المبنى ويخلوا كل سكان ليك فيو يناموا. سمعت نورا الكلام، ولكن بعد ما مشيوا رجعت المبنى تاني وصحت نيسن ودخلت عنده وفضلوا يستنوا التحديث يوصل لهم. ولما قرب التحديث راحت خرجت نورا ودخل نيسن جوه التحديث بنفسه. وتاني يوم لما رجعت نورا عشان تشوف نيسن عمل ايه، فقالها نيسن انه مش فاكرها ولا فاكر انه كان هنا اصلا. فزعلت نورا جدا وبدأت تبكي لانها بدأت تحبه، ولكن في الحقيقة هو قالها كده عشان كان خايف يواجهها. ليه؟ لان الحقيقة هي ان نيسن هو اللي باع صاحبه جيمي والمشروع لأوليفر كانرمان ابو انجريد، لان جيمي كان عاوز يستعمل المشروع لمساعدة الفقراء، اما نيسن فكان عاوز يكسب الفلوس من ورا المشروع ده. وطبعا كانرمان كان عايز نعمل نفس الكلام، وعشان يغطي على السرقة دي خالص حاول ان هو يقتل نيسن ويخلص منه خالص، ولكن لحقته انجريد في الاخر ونقلته جوه ليك فيو. وبعد شوية دخلت نورا في ذاكرة نيسن عشان تعرف ايه سبب قتله، فوقتها بس عرفت الحقيقة كاملة. وفي اللحظة دي
كان خلاص نيسان انتقل لطبقة ال 2 جيجا وما ينفعش يعمل اي حاجة تستهلك الباقة بتاعته زي التفكير الكتير مثلا او حتى الاتصال بحد، ولكنه عمل حاجة واحدة بس وهي انه راح اتصل بنورة. فمرضتش ترد عليه في الاول، ولكن بعد كده دخلت له وعرفت انه كان فاكر كل حاجة حصلت له في ليك فيو وانه قال كده عشان كان خايف يواجهها. ولكن اثناء الكلام ده جات لها رسالة ان باب شقتها اتفتحت، فطلعت عشان تشوف ايه اللي حصل، فما لقيتش حاجة ورجعت تكلم نيسان من تاني، ولكن شافت ان شباك اوضتها مفتوح، ولما قامت عشان تقفله لقيت الحرامي اللي سرق نيسان في لوس انجلوس جاي عشان يقتلها، فنطت من البلكونه بسرعه وفضلت تجري، وكل ده كان قدام نيسان. ففتح بسرعه نيسان خريطه المكان بقلم الشفرات اللي اديته له نورا قبل كده، وقال لها تدخل المبنى اللي قدامها وتطلع جوه الاسانسير، ولكن تحاول ما تخليش القاتل يدخل معاها في نفس الاسانسير وهو هيتصرف بعد كده. وفعلا عملت كده، فاستخدم القاتل الاسانسير التاني الموجود في نفس المبنى، راح قدر نيسان يتحكم في الاسانسير بتاعه وساله انت مين وعاوز تقتلها ليه. فمرضيش القاتل يرد عليه خالص، راح نيسان فضل يرفع الاسانسير وينزله بسرعه عاليه جدا لغايه ما الراجل ده مات، وراح قال لنورا انها خلاص في امان وقفل. ولكن للاسف العمليه دي كلها استهلكت منه 1.9 جيجا، يعني خلاص قربت باقته تخلص. وبالليل اتناقشت نورا مع ابوها وقال لها انا حاسس ان نيسان ده راجل طيب جدا، يمكن كان في سبب خلاه يعمل كده، ولكن في الاول وفي الاخر هو مجن عليه برضه، فلازم نديله فرصه، ولكن انا مش عاجبني ان القتله يكونوا عارفين مكانك، وعشان كده انت لازم تنتقلي الفتره دي لمكان بعيد عن الانظار. وبعدها اتصلت نورا بنيسان وهو رد ولكن صوت بس عشان يحافظ طبعا على الكم ميجا اللي فاضلين معاه، فقالت له انا عارفه انك غلط ولكن انا حبيتك ورغم المشاكل اللي هتحطني فيها الى اني هفضل جنبك. ونيسان كان عاوز يرد عليها ولكن مش قادر لان باقته كانت بالفعل خلصت وتجمد. بعدها بشويه بنلاقي انجلت في قسم ال 2 جيجا وشايفه نيسان وهو متجمد، فراحت شحنت له رصيد بواحد جيجا وقالت له انا نقلت نفسي عشان افضل معك على طول. فتعصب نيسان وخلص الشحن اللي كان عنده قبل حتى ما يرد عليها. فحاولت انجلت ان هي تتواصل مع الدعم او الشركه ولكن مفيش اي استجابه، وبعدها النور قطع. وان شاء الله في الموسم الجاي هنعرف ايه اللي حصل مع نيسان ونورا وانجلت، وبيخلص الموسم الاول وبس كده. سلام.